فتت فرايد رايس او الرز المقلي، الكل بيحبها وبيسأل عليها دلوقتي وبقت مشهورة جدا في المطبخ الصيني. اول حاجة هنحتاج زيت نباتي او زيت من السمسم حسب المتاح، وهنحط له شوية ملح، نسخنه على النار. وهنحتاج ان احنا نعمل اومليت او قرص من البيض، وده هنحتاج له حوالي حبتين لثلاث حبات من البيض مش كتير. هنسيبهم على نار هادية وهنبتدي نشتغل في الخضار بتاعة الفرايد رايس. الخضار انا مستخدمة هنا الجزر والبسلة والكرات، انتوا ممكن تستخدموا اي نوع من انواع الخضار اللي انتوا بتحبوه. اهم حاجة ان احنا نقطع الخضار صغير جدا، لانه ده اللي هيساعدها انها تستوي بسرعة وكمان تتقلي بسرعة، عشان كده اسمه الفرايد رايس او الرز المقلي، لان كل المكونات فيه مقلية. هنقطعها صغير زي ما قلت، ودايما نبتدي بالخضار، يعني الجزر او الخضار اللي بياخد فترة طويلة في السوى. هنبتدي بالجزر، بعدين الكرات، وبعدين البسلة. دايما عينيكوا على البيض، انا قلت ان البيض ده هقطعه في الاخر، فمش ضروري يبقى سليم، بس اهم حاجة ان هو يبقى بيض مستوي تماما، مش عايزة بيض فيه نسبة من السوائل. بعد ما بيستوي البيض بنشيله ونحطه على جنب في مكان نظيف، وفي نفس المكان بتاعه او في الطاسة نفسها بنشوح الخضار. زي ما قلت نبتدي بالخضار اللي بتاخد وقت طويل. انا هنا استخدمت البسلة المجمدة، ممكن تستخدموا البسلة الفريش بس تكون مسلوقة نص سلق. هنقطع البيض لمكعبات صغيرة، هنضيف الرز للخضار ونملحه ونضيف له شوية فلفل اسود، وهنقليه كويس عشان ده اللي هيخلي الرز بتاعنا بدل ما هو لبى وبدل ما هو بايت وبقاله فترة، ده هيخليه يرجع للروح تاني. هنحط له جوز الطيب او الكباب الصيني حسب الرغبة، بعدين هنضيف له البيض. هنضيف بقى نوع من انواع المكسرات زي الفول السوداني او اللوز، وده اختياري، لو مش موجود مش مهم. هنقلب الحاجات دي كويس، واخر حاجة هنضيفها هي ربع كوباية من الصويا صوص، لان دي اللي هتخلي المكونات تربط مع بعض وتدي النكهة الصيني للاكل بتاعنا. الوصفة دي اقتصادية ولذيذة جدا ومشهورة جدا في المطبخ الصيني، يا رب تكون عجبتكم. وبالهنا والشفاء.